أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا مولانا. وواضح واضح الله يبارك في حضرتك. واضح ان احنا كمشاهدين لازم نحفظ الاسم كويس ونخليه في اذهاننا، لان واضح ان احنا ان شاء الله في خلال سنوات قليله هنكون باذن الله امام واحد من اعلام دوله التلاوه في مصر. اسمه القارئ الشيخ محمد الجزار. من الواضح كده حلاوه الصوت ما شاء الله. شرف والأحكام شرف وحاجة. شرف انا مش خبير في الاحكام يعني، ولكن ما شاء الله يعني مما استمعنا يعني. وحضرتك طبعا بما ان تم اعتمادك من اذاعه القران الكريم فعلم ما شاء الله عليك يعني. نعم الله يبارك في حضرتك. ده شرف ليا وشهاده اعتز بيها والله يا استاذ عمرو. العفو.